الهجمات التركية لم تتوقف ليومين، حيث استهدفت المنشآت الخدمية والمرافق العامة ومنشآت الطاقة التي تخدم مواطني شمال وشرق سوريا، حيث استهدفت محطات تحويل الكهرباء في كل من كوباني وعامودة والدرباسية والقامشلي والقحطانية ورميلان وديريك، مما أدى لانقطاع تام للتيار الكهربائي. واستهدفت معمل الغاز السويدية، وهو المنشأة الحيوية الوحيدة التي تخدم أبناء المنطقة بالغاز المنزلي وتغذي محطات تحويل الكهرباء العنفات. فلم تسلم المنشآت الصناعية من القصف، حيث استهدفت المنشآت الصناعية الخدمية ومراكز الإنشاءات الخاصة. الاستهدافات طالت أكثر من 70 موقعاً للبنى التحتية الخدمية التي تخدم مواطني هذه المنطقة. وجاءت تلك الاستهدافات بتواطئ روسي أمريكي تجاه هذه الهجمات وصمت من المجتمع الدولي. الاستهدافات طالت أكثر من 70 موقعاً للبنى التحتية الخدمية التي تخدم مواطني هذه المنطقة، وجاءت تلك الاستهدافات بتواطئ